من أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا. العزة والكرامة من أبرز الخلال التي حببها الإسلام ونادى بها، وعمل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على غرسها في أصحابه وأبناء أمته، وفطم نفوسهم عن سؤال الناس وقبول المهانة والذل لإصابة غرض من أغراض الدنيا، عظيما كان أو حقيرا. ولكن ضعف النفس الإنسانية قد يحمل على الخنوع لمن يملك الفصل في أمورها من أصحاب السلطة والجاه، ما قد ينزلق بها إلى مواقف تجافي الكرامة. لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نستكين ونضعف أمام الناس مهما كانت سلطتهم ونفوذهم، وأن نبقي جبهنا عالية ونحن نسعى في حوائجنا. فقال عليه السلام: أطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. وقال أيضا: من تضعضع لغني لينال مما في يديه أسخط الله. وفي قوله هذا إشارة واضحة أن حاجتك بيد الله وليست بيد الناس، فالبشر لو اجتمعوا بأسرهم أذل من أن يمنعوا شيئا أعطاه الله، وأقل من أن يعطوا شيئا منعه الله. ومنه فعلى المسلم أن يجعل كامل ثقته وتعويله على ربه لا على البشر. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فمهما كانت سلطة العباد فإنها لا تغير شيئا من إرادة القاهر فوق العباد، والمؤمن إذا فهم هذا كان ذلك مصدرا قويا لعزته وكبريائه. وفي الغالب يذل الناس أنفسهم لواحد من أمرين: خوفهم من أن يصابوا في أرزاقهم أو في أجلهم، فالخوف من الفقر وخوف الموت وهم نشأ من أنفس مريضة قليلة المعرفة بالله عز وجل. فهذين الشيئين بالذات أكد لنا الله أنه ليس لأحد إليهما من سبيل. فالأول قال فيه تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فأقسم الله لنا في هذه الآية أن رزق العباد بيده وحده وليس بيد أحد غيره، وأوضح لنا أن هؤلاء الذين نتردد عليهم في حاجاتنا إنما هم فقط ممر للعطاء أو مظهر للمنع. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رزق الله لا يسوقه لك حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. وطبعا هذه ليست دعوة أن نجحد الصنيع ونزدري الفضل، فإن الحديث يقول: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ولكن ينبغي على المسلم أن لا تداس كرامته ويستعبد بمنة وصلته من الناس، فالمعطي لا يجوز له شراء الأنفس واستعبادها بعطاء قل أو كثر. وأما الموت فقال فيه تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالمؤمن لا يتهيب الموت ولا يتحمل العار طلبا للبقاء في الدنيا، فالفرار لا يطيل الأجل والإقدام لا ينقص العمر، بل إن الموت أهون على المؤمن من أن يراق ماء وجهه وهو يتسكع على الأبواب ويتمسح بالثياب. ومثل ما يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في كتابه خلق المسلم: إن القضاء يصيب العزيز وله أجر، ويصيب الذليل وعليه وزر، فكن عزيزا ما دام لن يفلت من محتوم القضاء إنسان. ولكن العزة حق يقابله واجب، فلا يمكن للإنسان المتهاون المتخاذل أن يطلب العزة. ولكي تسد كل منفذ يسمح للآخرين بالانتقاص منك والتعرض لك بالتجريح، عليك أن تؤدي عملك كاملا، فلا يجد مديرك مثلا فرصة للنيل من كرامتك، وإن فعل فمن حقك الرد بكل ثقة وعزم. وهنا كان انتصابك للدفاع عن نفسك جهادا في سبيل الله. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وهذا الحديث يبين أن المؤمن لا يكون مستباحا لكل طامع، بل يستميت في الدفاع عن نفسه وعرضه وماله وأهله وصيانة شرفه. ولكن وقبل كل شيء علينا أن نعلم إخواني أن أعظم سبب يفتح باب الذل والهوان على الإنسان هو المعصية، وأن كل العزة والكرامة هي في التقوى وطاعة الله عز وجل. والمؤمن الذي علم هذا وعمل به أخذ نصيبه كاملا من الحياة الرفيعة المجيدة، وبهذا يكون الإسلام قد أوجب العزة على المسلم وهداه إلى سبلها وأسبابها. في النهاية علينا أن نعرف أن الذلة لا تكون للعباد بل لرب العباد، والمسلم يكون في أرقى أحواله وهو واضع جبهته لرب العزة في سجود خاضع طويل. أما من ابتغى عزته عند البشر واستكان لهم
عاش حياته ذليلا مهينا وضيعا، ويكون بذلك قد خسر الدنيا والآخرة.